من هنا الصباع التاني مفرود، وبنعمل تاني تالت تاني اول عادي صولا صلفا. ممتاز. ازاي لو لعبتها شوية اسرع فاعزفها؟ مدرسة العود أونلاين هي المدرسة الأولى في العالم كله لتدريس آلة العود من خلال السكايب، يعني الطالب يكون قدامي وأنا قدامه عبر السكايب، بث حي يعني، وبندرس آلة العود علشان كده أقدر أشوف أخطاء الطلاب وهم كمان يقدروا يشوفوا أسئلتهم إزاي. كل طالب مختلف، كل حالة مختلفة تماماً. مثلا عايزين نسمع الجزء الثاني اللي بعده، في حوار دايما مفتوح، في النوتات بتاعتنا الموسيقى، النوتات الموسيقية بنبعتها عبر الإيميل علشان الطلاب يدرسوا من خلالها، وبنبدأ نتعلم ندرس إزاي آلة العود بكل التفاصيل محتاج يدرسها الطالب. في طلاب ابتدوا من الصفر وقعدوا لغاية لما بيعملوا مسرح دلوقتي. ايه العجم جميل. طيب من العجم خلينا ناخد بياتي. السي هنا عراق، اسمها سي عراق. هنا الدو راست، لا سي دو ري مي ناتشرال بوسلك فا سول لا لا. بوزيشن تاني او الصباع. اوكي، من الصول لا ناتشرال بصباعنا الاولاني، الصباع الثالث دايما بيجي كده في السيكا. اوكي، هنا المي ناتشرال. اجمل شيء في مدرسه العود اونلاين انك انت وانت في مكانك وانت في بيتك تقدر تدرس العود من اي مكان، ومن هنا نقدر ندرس اله العود بشكل متميز جدا. منهج مدرسة العود أونلاين يجمع بين المدرسة العراقية والمدرسة المصرية والمدرسة الأمريكية. مدرسة العود ابتدت باثنين طلاب بس، والنهاردة درسنا طلاب في أكثر من 27 دولة حول العالم. الصباع الثالث هو المي ناتشرال، that's correct. طيب هنا الصباع المسافة ما بين الأول والثالث غير بعض، يعني الأول والثالث هنا غير الأول والثالث هنا طبعا. دو ري دو سي دو اند ذن فيرست فينجر، هو اللي بيروح اول طريق لجوه عشان ياخد السول ده، ياخد الري ده. الري ده ما بيتقالش بالرابع. ايوه كده، دو ري دو سي دو ري مي فا مي ري دو. فمش بالظبط. نو دو بالظبط كده. رامي يلعب العود بإحساس مرهف وبحب لآلة العود. أنا حضرت رامي في كونسرتس وإيفن في حصة العود متاعنا. He always plays the عود for me in the beginning and I really enjoy it. لا بيمول. اوكي، ليه احنا هنا في اوكي اللي بيحصل كالاتي في النوتات. شايفين كل واحد بيعزف نوتة. اللي بيحصل ان النوتات لو احمد مثلا بيعزف دو وريم تعزف مي، دي تالت النغمة. طالما انت في تالت النغمة انت هارموني مع النغمة الاولى. انا بالنسبة لي البزنس والموسيقى هو واحد، يعني انا مش شايف اي اختلاف ما بينهم، لاني لما بتقدم خدمة للآخر ما هي انت already في business، فانت already بتدي للآخر شيء مهم. احنا بالنسبة لنا اهم من شيء او للموسيقى يعني الفاليو الاساسي او القيمة الاساسية هي قيمة روحية في الواقع. في موسيقى بتبقى بتلمس القلب وبتلمس الوجدان، وده الموسيقى اللي احنا بنشتغل عليها.
نحب نعمل تقسيم في الأول. رامي كإنسان يهتم بالإنسانية ويهتم بالجمال ويهتم بكل ما هو في عمق الإنسانية، وده يعني بيؤدي لأسلوب معين في العزف وأسلوب معين في التعليم وأسلوب معين في العلاقة ما بينه وما بين التلميذ. عزف رامي وتعليم رامي بيأكد على الأفكار دي. خلينا نسمع رد الفعل. فأنا أعزف Thank you.